إلى دار حامد، وكلنا حضور في دار حامد في شمال كردفان، وقد نتمدد إلى أقصى الغرب. أسعد أن يكون معنا في هذه الحلقة أبناء دار حامد، الأمير سعيد النظيف وهو على شمالها هنا، والعمدة سالم جلسيد، والأستاذ علي محمد ياسين، وبكل تأكيد هذا سيكون حوار وحوار عميق حول دار حامد. دار حامد المتابع والمشاهد الآن دار على الأقل يتكشف ويعرف ملامح دار حامد من خلال أبرز المميزات اللي يميز الشخصية الحامدية. يعني في شخصيات كده أو مجموعات قبلية كده طوال من ما تراهم تكتشف أنه ده من الهدندوة مثلا، أو ده من قبائل الجنوبية، أو من فإحنا دارين نعرف الأمير. بارك فيك والله فيك الأخ جرهام. حقيقة يعني مما تتميز به قبيلة دار حامد يعني هم جميعهم يعني الميزة بعض الميزات فيهم نعم تجدهم يعني لا يتشلخون، يعني تجد انه قبيلة دار حامد اذا وجدت منهم 10 أو 15 شخص يعني تجد انه يعني الوشم في وجوه الرجال ما بتجدها نهائيا. يعني حقيقة يعني دي احدى مميزات دار حامد. يعني اذا مثلا زوج جاك وعنده مثلا شلوخ وقال لك انا حامدي يعني تماما يعني تتاكد انه هو يعني ما حامدي، وهذا ده مهدا لناس الشرطه الليله يعني على الاقل يعني تماما اذا بحثت تجده اما تربى في منطقه ان كان هو حامدي اما تمام ربى في منطقه غير منطقه دار حامد اهلها يتشلخوا حتى انه هو يكون فيه شلوخ او ايضا يعني يكون عنده حبوبه او جده يعني من منطقه اخرى وحبت انه يعني تحيي يعني احد يعني بعض تراث تراث اهلها تقوم تعمل لواحد من اولادها شلخ من شلوخهم. لكن الحامدي اصلا يعني تجده يعني ما فيه نوع من الشلوخ يعني معينه كده، ما عندنا شلوخ يعني تجدهم دائما يعني هم يعني بغير شلوخ يعني. ايضا من المميزات بتاع دار حامد تجدهم يعني جميعا يعني اذا هم 10 أو 15 يعني يجلسون يعني جلسه يعني من جلستهم ممكن تجد انهم دار حامد، يعني تلقى انه الجلسة بتاعتهم دائما يعني اذا جلسوا يجلسوا يعني متجهين الوجوه مع بعض ويجلسوا حلقة يعني لا يتركوا انه في الحلقة بتاعتهم يعني مواقع يعني بعيدة متباعدة، حينما يكون عندهم امر ولا كده تجدهم يعني جالسين حلقة شكل دائرة ويجلسون للتفاوض بتاعهم. ودائما يعني المميزات دار حامد ايضا يحترمون يعني في مميزاتهم كبير السن بالذات يعني يعني دي احدى مميزات دار حامد، يعني حينما يكون عندهم موضوع ولا كده كبير السن يحاول انه يتكلم معه هو بالذات يعني يطرح له الموضوع تيمنا به واشعارا له انه هو على الاقل يعني الخبير والحكيم الخبير والدبير، ويقول لك ما عنده كبير يقع في البير مثلا من ضمن امثالهم يعني لان ما عنده كبير بوجهه يعني قد يقع في اخطاء وهو لا يعرف انها اخطاء يعني وان كان يعني بلغ ايا كان من العلم يعني برضه يحتاج للكبير ليصم له كثير من الاشياء التي مارسها في حياته. ايضا تجد يعني دار حامد لا يختلطون مع النساء في حاله الاكل بالذات، يعني تجد نساء دار حامد ما يتميز به الرجال دائما تجدهم في الضره لوحدهم يجلسون يعني في موقع والنساء يجلسن في موقع. يعني لو جيت في موقع ووجدت نساء ورجال يختلطون سوا في مكان ضر وهم ياكلون سوا يعني بالتاكيد انهم ما دار حامد حقيقه يعني لانه لدار حامد يعني يعرفون ان للرجال ونسا تليق بهم ويمتازون بها وللنساء ونسا يعني تخص بهن. فتجد انه يعني من مميزاتهم يعني دار حامد الرجال براهم في المواقع يعني يجلسون والنساء دائما يجلسن في مكان الا اذا دعت الضروره، يعني دي ضمن مميزات حامد التي تميزهم يعني. أنا ما أعرف إذا كنا حنضيف في هذا الجانب أو حنعود له مرة ثانية، لكن يعني الأنشطة الفنية المختلفة سواء كان قصص أحادي شعر غنى موسيقى العديد من الممارسات الشعبية
قال منشيلها ابدا ما بترفع باليد والمن نطها الولد البشيل انا جيبا. السنين ومطرق ودار حامد يزود بطل اللي غيبه مزروقة. لا أنا قلبي تجم إن الله صلها ما بتدرق وكانت ديتها يجد بفرقوها جر الروقة. احنا اخوانا من نضحك وننبسط له خلوسا. لا ان اللبات قبل صاحة الصدف الراس وكالضاب اللي يقول انزق بنيانه من غير سوسا. بهد الزول ونسي صديقه ونحن نخش نتحمل سخانته وضيقه. لا ما فينا العرور اللي بدق نديده والجار والعشير بكلمة ما منعيقه. أبشر بالخير. أهل الصيد والنعام رتحتي وكم لله يا الرباية ما ضيحتي. لا خايف الفضيحة وشني سمحت أبكي عليك يا كردفان بدمحتي. حتى البروق ما كان بسيل واديك. لا زمن قريب الصيد يفر يجيك يا حليلك يا كردفان بلدي وبغني عليك. واحنا دارين نشوف يعني من الامثال الرئيسيه اللي بتلقى انه ممكن تسمع عند الحامل. انا قبل شويه قلت المعنى كبير يقع في بير. فاحنا دارين نشوف يعني الامثال المتداوله عندكم اخونا العمده. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. حقيقه يمكن الامثال نعم كثيره جدا يعني نعم عند الحامد. نعم. وكما ذكر الاخ من قبل الشيخ سعيد انهم يقرون الكبير يعني يحترمون الكبير الصغير يوقر الكبير وكذلك يعني حتى في تواجدهم في الضرة وكل القريه او كل الفريق
يجتمع في نعم في نعم مائدة واحدة نعم بالتناول، يعني حتى حديثهم حتى الونس حقتهم حتى الإدلال على مواضيعهم طبعا بيستشهدوا فيها بالنسبة. نعم نعم يعني فقدرنا عارف لنا زي ثلاثة أربعة كده من الأمثال دي. نعم من الأمثال كما ذكر أخونا سعيد قال ما عنده كبير يشوف له كبير و البيت برا شعاب ما بيقيف نعم و يعني ده طبعا ما مطلوب يعني اي زول ممكن يضيف لنا نعم نعم اذا عنده اي مثل نعم شيخ سعيد والله اضافتي يعني حقيقه يعني من امثالهم يقولون لك يعني مثلا في بعض امثالهم كلمه يعني البيت بدون شعاب ما بقيف دي بيقصدون انه القائد بدون قاعده نعم ما يعني ما بيأدي دوره اللازم ما يعني نعم. اول فارس بدون مثلا عندهم يقول الفارس الفارس ما في فارس بدون عجاج يعني نعم. يقصدون من العجاج يعني القوه من ورائه يعني نعم. الناس اللي ما بعده يعني واللي يعني نعم على الاقل يعني اخوته واخوانه المؤازر له ده ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يعني الرجل قليل بنفسه كثير باخوانه نعم. يعني ايضا تجد عندهم يعني من امثال دار حامد يعني يضربون لك مثلا يعني الماء عنده جمل ما تديه جملك يعني زي نعم. مثل يعني نعم. معناها الانسان الماء خبير في المهنه نفسها ما تديه نعم. يعني مهنه هو ما خبير فيها تقول له اعمل الخبره دي يعني مثلا هو زول بيزرع مثلا الزهور اي حاجه ما تقول له يعني تعال ارعى الغنم او راعي غنم مثلا تجيبه تقول له تعال يا اخي اشتل لنا الزهور دي يعني تماما يعني تجد انه يختلف استاذ علي لو عندك اضافه برضه في الامثله دي مثال يعني والله يا اخي انا ادي مثل واحد طبعا هناك غالبيه زي ما ذكر العمده سالم انه نوباني من يعني من القش وعاده طبعا القطيه بتكون في شكل مثلث كده الراكوبه دي مخروطه بتكون ايوه مستطيله كده ومستويه نعم فعادة الراكوبة لأنه الانسياب بتاع القطية المطر ما بأثر فيه يعني لكن لأنه الراكوبة مستوية كده دايما الأمطار لما تنزل يعني أنت ما ممكن تحتمي بها نعم لأنها الموية حتكب فوق لك نعم فبقول لك ما تشكر لنا شنو الراكوبة في الخريف نعم لأنه أصلا انا حتلازم طيب احنا قلنا انه ده اشاره سريعه جدا للجانب بتاع الامثال الشعبيه لكن برضه دايرين نتوسع شويه في جانب الفنون دي يعني قبائل كثيره جدا عندها نحاسات عندها نقاقير وبتشتهر بها واحنا دايرين نشوف في دار حامد يعني النحاس هل له وجود واذا له وجود رساله لعندك حقيقه يمكن نحاس دار حامد طبعا مشهور ومعروف نعم والشعراء نعم والحكامات يعني نحن كنا اذكر من الشعراء شعر الدوبيت يعني على وجه الخصوص نعم وشخص مشهور جدا كل السودان يعرفه عبد الباقي والدمسياله ملقب بالدمسياله نعم والدمسياله طبعا من ابناء عبد الحامد من قريه الدمسياله نفسها يعني نعم وايضا يعني هنالك شعراء يعني كثيرين جدا والجراري بالذات هنالك برضه ايضا حكامات في قرن الجراري يعني والجراري طبعا عنده ميزه يعني هي ميزه يمكن يعني هي هو اللي بيسير يعني بيدفع الروح المعنويه في كل المجموعه الموجوده اينما كانت يعني عند حامد نعم واذكر لك يعني من الشعر الجراري يعني واحده يمكن في مجال الرعي نعم بتقول لاخوها يعني ما تبقى لي الخارج وما تشيل قدب الوالد نعم اما جزا دارج ما تسقيهم بارد نعم. يعني انت ابو زول كارب ابو زول مالي قاشك تمام ارعد انا ما اقدرش محل القش هاجر بين كده حتى يعني دي 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 دي, دي يعني استفزاز لاخوها حتى يعني ان شاء الله يكون يعني وتوصي برضه في نفس الوقت على الادب يعني يكون حافظ جدا انه ما يعني على ما تشيل قدب الوالد يعني الوالد نعم. يرديه اي ما طلبت هو يكون جنبا اذا جمعه يعني. نعم. فايضا يعني حقيقه يمكن اخونا والشاعر الكبير محمد احمد الحاردلو نعم. محمد احمد الحاردلو طبعا انا عمي يعني بتاع دوبيت مشهور جدا بيقول عن دار حامد بالذات قال دار حامد ما العرب اللي بيقولوا طريف وفي ملاقات الرجال ما فينا قلبه خفيف عربا ندخل الحاره ونسل السيف عربا نضبح الشايل ونعشي الضيف. يعني دي حديث يمكن من الشعراء القدام يعني شعراء الدبيت يعني مشهور لهم يعني
كان الناس تهاجم ديلها هنا في البطانة وديلك في سوق الكردجان. نعم في سوق نعم نعم. طيب احنا لسه لازلنا في نفس الدائرة دي. نعم. ويبدو انه شاعر مجهول من هذه المنطقة بيقول العرب الرقاق سكونهم خيش يعشي الضيف لحم ويدوا الحمار العيش. بالتأكيد حتقول انه ده من دار حامي. احد يعرف برضه نشوف اشاره جبالك اشرت للنحاس والنحاس ده ضروري وهام لانه عنده رساله مهمه جدا. نعم. نحن حقيقه يعني اذا تكلمنا عن ادوات دار حامد بالنسبه لل يعني الاتها المهمه من ضمنها نعم. يهتمون اذا ذكروا الادوات اولها يذكرون النحاس يعني. نعم. والنحاس حقيقه هو شعار القبيله يعني، واصلا هو النحاس يعني متداول عند دار حامد من قديم الزمان يعني، وحتى الآن يعني دار حامد هي نحاسها يعني موجود، والنحاس هو كان آلة إعلام يعني سابقا. نعم. كان آلة إعلام حينما يضرب النحاس. نعم. يعني تأتي القبائل المعنية بالدعوة كلها بخصها أمر النحاس ده. نعم. وتجي تقف النحاس ويوجهها يعني الناظر ناظر القبيلة يعني بعد يعني جمعهم إلى ما يعني هو مناسب يعني أحيانا يكون يعني يلبسون الدروع في حالة مثلا قدوم عدو يلبسون الدروع ويلبسون الخودات ويركبون على الخيل القوية جدا جدا ويحملون السيوف والدرجات ويتجهون إلى يعني المواقع. ودي كانت حقيقة بعض الأشياء دي يعني أصبحت الآن تراثيات يعني موجودة وآثار الناس متحفظين بها، لكن غالبا القضايا الآن أصبحت عند دار حامد تحل
بصوت العقل يعني. نعم. واصبح يعني عند دار حامد يعني حقيقه الان رغم انه بيحتفظوا بهذه الاشياء شكل يعني تراث، يعني اصبح الدرع عند دار حامد هو العلم، والدرجه عندهم يعني يمكن تكون الورقه، والسلاح عندهم القلم الان. نعم. يتحكمون بصوت العقل ويجلسون، ومهما ان كانت القضيه يعني يجلسون لحلها يعني في توادي وفي يعني صورة جماعية وفي طريقة بطريقة يعني ودية مع كثير من يعني القبائل التي كان سابقا الناس يعني يتقاتلون في الموضوع، يعني إذا مثلا موقع بتاع أرض أو موقع بتاع بير أو موقع بتاع يعني رعي يتقاتل الناس فيه ويلبسون الدروع، يلبسون يعني يضربون النحاس، وكل قبيلة تستعد للقاء الأخرى. نعم. أصبحت يعني القبيلتين يعني ديل يحملوا الورقة والقلم ويجلسوا، وديل يحملوا الورقة ويجلسوا مع بعض ويتداولوا في القضية دي ويحلوها أيا كان نوعها، يعني بصوت العقل وبالفهم، يعني بخلاف يعني الحل بالسيف والدرجة اللي كان سابقا يعني. لكن نعم. هذه الأشياء تدل على يعني ترابط القبيلة سابقا وآثارها وفروعيتها وما نعم. أشبه ذلك يعني. نعم. عند دار حامد حتى الآن نحاس دار حامد موجود يعني، ومكتوب عليه نحاس دار حامد. و أين مراسل هذا النحاس؟ طبعا نحاس القبيلة هسه الآن يعني هو يعني عند النظارة، نظارة عموم دار حامد. طيب نحن نسأل في الاتجاه بتاع ذلك، هل لا زال الناس خاصة نساء مسنات وكذا لا يزالوا يحكوا الأحاجي الشعبية، القصص الشعبية لها رسالة طبعا؟ فما أعرف إذا كان أستاذ علي محمود ياسين يضيء هذا الجانب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا يعني في تقديري أميز ما يمثل يعني التراث لقبيلة دار حامد. نعم. يعني دائما في الأفراح، يعني الفرح دائما في كل أنحاء القبيلة هو يعني يبدأ وإن كان يعني في وقت متأخر يعني نهاية بالعصر كده. الجراري ده بكون دايما يصطفوا النساء لوحدهم والرجال لوحدهم، وبتبقى مسألة بتاعت أخضر يعني. واو. يبدو الـ 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 النساء تغني بطريقة معينة، يعني القنا بتاع الجراري يختلف على القنا بتاع الدلوكة يعني بشكل. بعد ذاك يبدأ الرجال، وبعد ما ينتهي الشوط بتاع الرجال يكون في رقيص يعني، فأثناء الجراري ترقص بعض النساء داخل الحلقة ذاتها بدون ما يختلطوا، وبعد تنتهي تاني تبدأ يعني فقرة جديدة. الحفل ده يمشي بعد انتهي الحكاية دي يعني في حاجة اسمها الحسيس. نعم. الحسيس ده يعني شعر شوية خفيف، وتبدأ التوية يعني الدوبيت. التوية دي عندها أيضا طريقة مختلفة عن الدوبيت، يعني يميزوا المنطقة لأنها منطقة واحدة، يعني يميزها أنه دائما يعني من الأشياء المميزة بتلقى يعني الحفل بيدعو له كل القرى بتاع المنطقة، يعني كل القرى بتاع المنطقة، كل غريب يكون عندها منزلتها الخاصة بيكرموها، و يعني بكل انواع الكرم في اليوم بتاع الحفل. وبعد ما ينتهوا يعني ده بعد نهايه اليوم، يعني كل قريه بكون عندها منزلتها الخاصه، وبعد ذاك بيبدا يعني اذا في دفع يقول لك حاجه اسمها الصحن. الصحن ده يعني هنا يعني بيشابه انه يعني المساله بتاعت الكراس، يعني انت بعد تنتهي العزومه انت بتيجي بتدفع، فالصحن ده بيبدا بيشوش يعني كل زول بيعلنوا، يكون في واحد بيعلن المبلغ اللي بيدفع الواحد يعني. يعني انت دفعت 10,000 يقول شو بش مثلا الاستاذ علي حاجة دفع كذا، العمدة سالم دفع كذا. دي اميز ما يميزها يعني، حتى في الاتراح يعني، حتى في المآتم بتحس انه يعني لو يتوفى اي شخص كل القرى دي ايضا، كل القرى دي ذاتها يعني كل قرية يرسل لها شخص من القرية نفسها يمشي لقرية كذا وقرية كذا وقرية كذا، يعني في لحظة بتلاقي في نفس اليوم كل القرى دي كلها هي اجتمعت في المكان بتاع المأتم يعني. نعم. ودي حتة يعني بتكون ملحوظة للشخص من خارج المنطقة بيلاحظ. نعم. يعني الحكاية دي ممكن تتكرر بشكل يعني طبيعي في كل المآتم
طيب راح. طيب احنا الحقيقه كنا بدينا سالنا عن القصه ولا حاجه، وقلنا انه والله يا اخي لكن لا باس على الاقل المتابع والمشاهد معنا يكون دخل معنا في حلقه الجراري والهسيس والسمع. لكن برضه داير اشوف انه يعني الحبوبات ما بقت لهم اهميه زمان، كنا بيحكي عن القصص والاحاجي بالليل، هم السينما وهم المسرح وهم التلفزيون. هل دي انتهت ولا لا زالت لها ممارسه في البيئه الحقيقيه بتاعت الحامل؟ نعم نعم، حقيقه لم تنتهي هذه الممارسات، لانها نحن عندنا القصه بتاعت الجد والحبوبه. نعم عند دار حامد بالذات يأخذونها باعتبارها أولا بعد أن هي معلومة غايبة عنهم عشان يأخذوها، أيضا فيها نوع من التسلية للجدة التي كبرت سنها وللجد نفسه الذي يعني كبرت سنه وأصبح يعني يشعر بنفسه أنه ما بيقدر يؤدي دور يعني في المزرعة والمرعى وكذا وكذا، عشان ما يشعروه انه هو والجده دي ما يشعروها ان هي يعني ما عندها دور، لابد انه يجلسون الى الجده احساسا منهم وتسليه لها، يجلسون معها ويحبوبتي احنا عاوزينك ان تقص لنا القصه الفلانيه وكذا وكذا، او يا جدتي والام وهكذا، يجلسون معهم يعني ياخذوا منهم القصص، منها معلومه للحضور نفسهم ومنها تسليه للجده او الجده، وبيشعر بنفسه انه قاعد يؤدي دور رساله كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت انه الناس محتاجين له في كل وقت يعني، وبيزرع الطمانينه في قلبه يعني، وبيشعر بنفسه انه هو محاط بابنائه وابناء بناته وابناء اولاده وابناء اخواته وهكذا يعني. نعم فيعني كثير هذه القصص يعني من ضمن القصص يعني التي تقص يعني او يعني الاسطوره المشهوره. نعم في دار حامد يذكرون يعني من ضمن يعني القصص الأسطورة والتي نحن نريد الآن يعني ننفيها تماما للمستمع يعني راح نسمع يعني بعدين بعدين ننفيها حاجة. نعم يعني أسطورة يعني مثلا يعني حامد الخوين يعني مثلا عند القبيلة يعني. نعم فيقولون يعني المتحدثين يقولون انه يعني هو حامد خان اصلا وصقرت الى خوين، ومن خوين يعني يعني حرفها من حرفها بحسن نية او بغير او بسوء الله اعلم. نعم الى الخوين. نعم. ويقصدون بها انه يعني يفسرون الحته دي لما يسالوا عن الحته دي يفسرون انه حامد ده يعني جاء بامراه من بغداد وحفر لها بباطن الارض من بغداد الى السودان وهكذا. طبعا انا نفيت في الكتاب اعظم الموارد عند الحامد. نعم. انه لم يكن لحامد انذاك يعني لودرات حتى انه يحفر بها الارض بداخل الارض الى ان يوصلها الى السودان. يعني الصوره بتقول انه حامد شال مرأة من بغداد وحفر له من بغداد لحد الى ان وصلها الى السودان فجابها من تحت باطن الارض. نعم ويقولون ايضا يعني ونفوت في ذلك يعني ذكرت لهم انه يعني لم يكن يملك ملايين الفئران حتى انه تحفر له الارض من هناك حتى الى ان تاتي الى يعني داخل السودان. نعم. وهي مقوله حقيقه اصلا هو عشان نصحح للناس انه هو حامد خان وهو رجل يعني شيخ. نعم ويعني جاء من ضمن الدعاة الذين جاءوا الى الدعوة، وحامد خوين حرفت الى خوين عشان الناس تكون عارفة انه هذه القصة يعني دي احدى. نعم. القصص. نعم. يعني. نعم. وله من الابناء يعني خمسة، وانجب منهم خمسة قبائل في داخل دار حامد، لكن يعني نحن الان تسعة قبائل في دار حامد يعني كلنا بننتسب بنقول انه قبيلة دار حامد، لأنه يعني جدنا حامد يعني اسمه طغى على بقية يعني. نعم. أبناء عمومته وأخوانه كلنا. نعم. يعني ننتسب إلى دار حامد يعني. Night.
مساحة إيجابية جدا معانا الإدارة الأهلية ذات. الأمير والعمدة والأستاذ من دار حامد. ودارنا نشوف شكل هذه الإدارة الأهلية التسلسل بتاعه. يعني التسلسل الإدارة الأهلية في كثير من الأحيان بيبدأ مثلا في مناطق بشرتاي، في مناطق بأمير، في مناطق بمك، في مناطق بسلطان، أسماء تختلف. كنتباي مثلا في اقصى شرق السودان وهكذا. فالاسماء تختلف. دارنا نشوف الهيكل ده القمه والتدرج لحد اقل حته. احنا دارنا الامير ده يقوم بعدين يجمع لنا الكلام ده صره في خيط. فنبدا بالعمده. الاداره الاهليه في دار حامد قمته عمده ناظر. 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 نعم. العمده. نعم. وبعده يجي الشيخ. نعم. وحقيقة يمكن سابقا كان الناظر. نعم. الاختيار ذاته للناظر كان بيتم يعني اول شيء يكون فارس. نعم. سابقا لانه كان في زمن قوم الناس كانت بتهجم على الناس بتقلع حقهم، كان في بعدين الزول الفارس، الزول الحازم، الزول شخصيته شخصية بارزة. نعم. اللي هو اللي بيتم اختياره ناظر، يعني مثلا زي الناظر مبدل طبعا كان يشهد له بالفراسه. بمناسبه ذكر مبدل، ايه علاقه مبدل بمبدل عمرمان؟ نعم، مبدل طبعا اصلا مبدل من دار حامد، من قدام مرجع بالنسبه لدار حامد، يعني عنده قديم جدا. نعم. ولحد الان يمكن احفاده موجودين الان مبدل ده، وهو من قبيله الحبابين، هو قمة. نعم. النظاره ايضا. نعم. وبعد في بعض الناس طبعا حرفوا في امبدة، يعني سووا قال يطبع لقبية البيجة. نعم. واحد اخونا من امبدة هنا كتب في كتاب لمحات من الحاضر القايب، قال امبدة ده من البيجة. والشيء طبعا نفى اخونا الشيخ سعيد النظيف في كتابه انه امبدة طبعا امبدة ده الان هو معروف معلوم لكل ومن المهدي، وعنده بيرة الان موجودة في امبدة هنا موجودة، وهو من الناس اللي يمكن كان يعني الضراع الايمن في المهدية يعني. نعم. فكان الفارس الزول الفارس الزول الحازم ده هو الزول اللي بيتم اختياره سواء كان ناظر او عمده ما بعد. نعم. نعم. وده يعني حتى الشيخ يعني الشيخ يعني كان الزول ايضا كلمته مسموعه، الزول المرقوب الناس كلها يعني بالنسبه للناس كلها هو يمكن ده هو اللي بيتم اختياره.
شيخ في 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 الفريق او شيخ في القريه اللي هو اللي هو فيها يعني. نعم. طبعا الناس كانت كل المشاكل زمان ما كان في قضاء ما كانت كل المشاكل كانت تتحل يعني بالناظر وبالشيوخ وبالعمد وكانت حتى الجباية حتى كل دفع بميزانية كله كان عبر المظاهر والعموديات والمشايخ يعني حتى الآن يعني. نعم. الآن يعني زمان طبعا كان حقيقة يمكن في فهم كده للعمودية فهم كده خاطئ يعني عمد هو اللي بيربط هو اللي بيجلد هو اللي هو الحكم هو الفيصل في كل التشريعات يعني او نعم. في الكلمه النهائيه يعني نعم. لكن الان والحمد لله يعني الناس صار فهم كبير جدا جدا اسهل عند الان عشان يكون عنده في حياه لابد ان يتوفر فيه اولا يكون زول مرقوب للناس يحل مشاكل الناس ويصل الناس شويه يمكن هم محتاجين ان نصلهم يعني الفقراء والمساكين يرعاهم طالب بحقوقهم يتحدث باسمهم يجمع الناس في إطار واحد يدعو للتآخي بين جمع العشائر والتوالف كده يعني هو بيفرض نفسه لأنه بات الاختيار طبعا متروك لكل أحد يعني يمكن كل قوة ترجع تقوى أحدا لكن الآن أصبحت الحمد لله يمكن هو القاضي فعلا يعني بعني الكلمة يعني يعني أسأل وجدت عمد دار حامد فيه حتى أمير دار حامد يعني قمة يعني من الفهم من العلم والخريج ما شاء الله يعني أمير عموم دار حامد روح محمد صح نعم يعني ودين دل انما يدل على انه الناس الحمد لله نعم. عنده دخل يعني طيب نحن ننتقل للامير الاداره الاهليه نعم يعني حقيقه يعني بالنسبه للاداره الاهليه اذا نظرنا للاداره الاهليه هي حقيقه يعني الناس يظنوا انه المسمى ده قد يكون مسمى جديد ولا كده لكن يعني الاداره الاهليه دي هي اصلا من صدر الاسلام من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الاداره الاهليه موجوده يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرسل يعني بعض الصحابة للملك كذا وكذا فإن يعني بعد أن يعرفه أني أرسلت لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وكذا وكذا وإن يعني أغررت بذلك أغررتك يعني في أهلك يعني فدي ذات إغراره في أهله يعني في أهله يدريه على أنه كبير الغوم الموجود في داخل منطقته النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يخليه أنه هو يعني مسؤول عن أهله يعني حتى أنه يكون على الأقل هو القريب منهم وهو الناطق بلسانهم وهو يعني العارف ببطونهم ويعني على الأقل يكون يعني يعرف عنهم ما لا يعرفه غيره يعني نعم. الإدارة الأهلية جاءت إلى عهد بداية من عهد السلطنة الزرقاء كانت مناطق يعني كانت هي الإدارة الأهلية نفسها يعني تسمى يعني شكل بويتات يعني تلقى بعض المناطق يعني مثلا يقول لك ده مثلا سلطان علي بن في المنطقة الفلانية وده ود حبوبة مثلا أو ده السهين السحيلي في المنطقة الفلانية الملك عجبنا في المنطقة الفلانية يعني إلى أن جاء يعني في عهد الإنجليز يعني حاولوا إنه يعملوا شكل إدارات مغننة وبعد التغنين بتاعها يعني برضو يعني الإنجليز يعني كانوا يجوا الإدارات دي حلوها كده افتكروا إن هي قد تكون يعني عندها تنسيقات يعني مع المهدية وكده حلوها وتاني وعيدت يعني الإدارة الأهلية حقيقة مهما جاء حاكم حلها يجد إنه تاني هو عنده الحوجة للإدارة الأهلية لأنها هي الممكن تكون له يعني له كثير من الرغبات يعني. عند دار حامد بالذات الإدارة الأهلية بتبتدئ من الشيخ يعني الشيخ ده هو المسؤول عن قضايا القبيلة كلها وإذا زاد عدد الشيوخ إلى 3 أو 4 يتطلب الأمر أن يختاروا عمدة العمدة ده يكون مسؤول من أداء الشيوخ يعني نعم. كل شيخ مسؤول عن أداء القبيلة بتاعته أو المنطقة بتاعته لكن العمدة ده مسؤول عن أداء كل الشيوخ يعني وحينما يصل عدد العمد إلى 4 أو 5 عمد أيضا أو إلى غير ذلك من الأعداد إلى 20 أو 30 أو 50 عمدة يتطلب الأمر أن يكون هنالك ناظر للقبيلة يعني نعم. الناظر ده باعتباره هو يعني المسؤول عن أداء العمد كذلك وتحل قضايا دار حامد دائما يعني بين الشيخ وإذا صعبت على الشيخ يعني تحل عند العمدة وإذا صعبت عن العمدة تحول إلى الناظر وتحل كثير قضاياهم بين الشيخ والعمدة والناظر وما يصل منهم للغباء إلا القليل جدا جدا لأنهم يظنون أنه دائما يعني الحل الأهلي هو يعني وصلح سيد الأحكام يجلسون ويحلوا أيا كانت نوع القضية يجلسون إليها وتنحل بين هذه المراحل 3 العمدة والشيخ والناظر يعني وما يصل إلى المحاكم إلا القليل جدا جدا يعني من الغضايا يعني دي في حد ذاتك كإدارة أهلية يعني في الإدارة الأهلية عند دار حامد يعني ومحترم عندهم جدا يعني الناظر أو العمدة أو الشيخ يعني نعم أنه هو الناطق الرسمي باسمهم وهو
المؤتمن عندهم ما لم تثبت إدانته وهو يعني الموقر عندهم ويحفظون له ويقومون بكثير من المعاملة معه وتوفير يعني بعض التكاليف له، حتى إن لأنه هو أصلا يعني قائم بأمر القبيلة كله، فهم يقومون بكثير من أموره يتحملونه عنه لأنه هو أصلا يتحمل كثير من مسؤوليات القبيلة يعني. وشوق لك شوق الوالدة للجنيان، وشوق الله لم رقم، وشوق الناس لامتحان، وشوق القمر لشيشو، وتفقني العلم درمان. أنا داير زي ثلاثة أربعة من النظار اللي ليهم سامع. أنا الآن الناظر بتاع دار حامد والقبله والقبله إذا كان ناظر دار حامد الآن الموجود أخونا الشاب القوي الأمين محمد أحمد محمد تمساح ناظر عموم دار حامد. نعم. وهو يعني ورث هذه النظارة كابرا عن كابر أيضا، ورثها عن يعني عمه الناظر العبيد محمد تمساح رحمه الله، نحن نترحم على روحه. ويعني أيضا يعني وعندنا فيه قصيدة كبيرة جدا جدا بتتكلم عن الناظر العبيد محمد تمساح، بتقول عبيد فقدك عظيم يا قائد الركبان، أمير دار حامد المرموقة في السودان، قبيلة ذات أصالة وذات وزن رجحان، وذات وطنية وذات موروث وذات أيمان، قدتها أنت بالذوق والأدب سيان قيادة أب رشيد بالرأفة والحلمان. نعم. فهذه يعني وعبيد محمد تمساح نفسه ورث النظارة عن والده محمد تمساح. نعم. وهكذا يعني محمد تمساح أيضا ورثها عن يعني الأمير مبدة الذي تسمت به سميت به منطقة مبدة في القرن أو في سنة 1912 ذكر الدكتور ماك مايكل وهو باحث عن قبائل وسط وشمال كردفان يعني هذه المنطقة سميت باسم الأمير ومبدى لأنه عسكر فيها إبان يعني دولة الإمام المهدي، وفي يعني نفس الوقت يعني حفر الدير باسمه ويعني سميت به هذه المنطقة يعني منطقة مبدى. والآن مبدى يسكنها كثير من أبناء دار حامد يعني في حصرنا لها وجدنا يعني ما طبعا يعني المجانين عندهم نظارة، والآن يعني الناظر الحاج جابر جمعة سهل يعني هو يعني ناظر المجانين وبنفس يعني الترتيبات بتاعة النظار والعمد عند يعني بني عمومتهم دار حامد تجدها عند المجانين، لأن المجانين هم أبناء مسهل بن الحاج عوالي بن مازن لأن جدهم سلطان وصليطهم أبناء يعني مسهل بن الحاج عوالي بن مازن، تجد دار حامد أبناء نعيم بن سهل بن الحاج عوالي بن مازن يلتقون هناك، عشان كده تظن أنه كثير من الناس يقول لك أنه المجانين دار حامد وهم أصلا يعني في دار حامد وفي أرض دار حامد وبني عمومة دار حامد ينتسبون إلى قبيلة واحدة هي يعني قبيلة فزارة يعني فوق يعني قبيلة عموما، فيعني تجدهم يعني متآزرين جميع قبائل بالذات قبائل شمال كردفان يعني يعني نظارها وعمدها ومشايخها يتعارفون ويتواددون وبينهم اجتماعيات رفيعة جدا جدا، تجد يعني ناظر دار حامد يذهب يجلس مع ناظر الكبابيش، ناظر الكبابيش يجلس مع ناظر دار حامد وناظر دار حامد يمشي يجلس مع ناظر البديرية مثلا، وناظر البديرية يمشي يجلس مع ناظر يعني الجوامع أو الشويحات يعني كلهم يتواددون ويتعارفون إلى ناس أخواننا ناس عبد القادر منصور يعني ناظر دار حامد حمر كل هذه القبائل تتعارف مع بعضها البعض وتتعاون في كثير في حل القضايا، وتجد أحيانا يعني مثلا الوالي يعني فوض واحد من النظار ده يقول له تمشي لحل القضية الفلانية يعني منها يعني يمكن وكل أخونا محمد أحمد تمساح يعني كناظر لقبيلة دار حامد يمشي لحل قضايا بين أخوان الكبابيش وقبيلة أخرى يعني في مناطق يعني في المناطق الغربية يعني تجد كذلك يعني يوكل يوم من الأيام واحد يعني ناظر مثلا ناظر الكبابيش يجي يحل قضية بين دار حامد وبين يعني قبيلة أخرى يعني وهكذا يعني حتى إنه يكون في تداخل وفي تمازج وفي تأخي عشان كده ما بتحفظ عن منطقة شمال كردفان كده، ما بتجد إنه قبائل قامت تغاتلت بالسيف غتلت ديل من ديل أو حملوا السلاح مثلا مع ديل أو التانين في منطقة شمال كردفان، ولا تلقى فيها ناس مثلا يعني وبالذات بفضل الله يعني ما بتلقى فيها في منطقة شمال كردفان كلها كده يعني ما بتلقى فيها يعني أي مشاكل كما تذكر أو خروج على القانون أو تمرد أو أي شيء يعني هي منطقة للإدارة الأهلية إسهام واحد في معالجة مثل هذه القضايا يعني. لا بعجبني الولد الببادرة تلف بالحشاشة وعلى الضيفان بجود القلب خات إحساسه
بكر حقش مع البكر الذهاب ومشويلا. لين الما عنده الرجال من الرجال مطول له فرق الراجد زي يوم الغنيمة بهويلا. شعيف زمرين ونهار ينحرى وتسهل للمقيل داورهين. لان يعني السام الصيد بالله يجيب لي خبرهن وبكتب سبعة فوق وش الارض بقدرهن. شربت كرافة وين قصفت من صح الوادي الطلق هبابه. لن عماها الوضيب وتفدعت قال لا فجر مد لظهري النعام اسحابه. عبلت عنتر وما بلحق اني كان شايف جمالك اكتورا. لان فيك طعم العسل والبرتكان والسكر وعاجبني فيك صفايا اصل ما بتعكورا. وقل الطافة وقفاك ملونا. لين على لما تطرد بين عسينة ورون وجرايدك خلفنا اللود وفي الموسيقى يسوونا. نشوف انه كلنا نفكر مع بعض كده انه كيف نتداوى وكيف نتعالج قبل أن نصل إلى المستشفى. بالتأكيد يعني معظم القبائل السودانية أنا بعرف أنه مثلا في أقصى غرب السودان يقول لك الدربان دكتور الخلع. هو حيوان وعنده إفراز ويستخدم براده ويستخدم جلده ويستخدم لحمه كده في العلاج. وآخرين يستخدموا مجموعة من الأعشاب وكذا. فإحنا دايرين نشوف دار حامل الطب الشعبي في دار حامل. فدايرين يعني اخونا العمده كده يدينا اشاره والامير يدينا اشاره والاستاذ يدينا اشاره انه نخط المشاهد والمتابع قدام دكتور من دار حامل. مرحبا سيد العمده. الحقيقه كما ذكر الاخ من قبل يعني يمكن الطب سابقا يعني ما كان في دكاتره. كان طبعا الناس كلها هي بتجاربها في الحياه من الاعشاب طبعا كانت تعالج نفسها. يعني مثلا زي الاطفال يعني كان الالتهاب ده سابقا كان
كان الحبوبات تعالي وبالقرض تدق القرض وتجيب النيم طرق النيم وتجيب الشاي للحبدة يخلطون كلهم في زيت زيت الولد زيت العصار زيت السمسم ويمسحوا بهم الطفل يغطوه بيغطوه كويس يعملوا يعني ادفاء كويس ويتعافى يبقى كويس يعني النزلات في حتة كده من شجر معروف فيه والأطباء يعني كان يعني عددهم يعني كان يوصف نوع من النبات يعني في أنواع كثيرة جدا حتى الملاريا مثلا يقول لك طرق النيم تجيب طرق النيم ده يعني كان يعالج الملاريا اللي بطرق النيم بطرق النيم ده يتفوه يرقد يتفوه زول يجيبوا شجر السدر ده يعني يعالج منه كثير من الأمراض يعني فكانوا يعني حقيقة يمكن بالتجارب أنه الناس تعالج كان بالأعشاب باليرقان يعني مرضى اليرقان ده كان يقضي عندهم فصداته كياد بالنار في الرسول صلى الله عليه وسلم قال جرعة من عسل وكية من نار يعني فده يمكن هم يكووا بالنار يقضوا اليرقان ده الرمد يعني واحد تلقاه مصاب بالرمد يجي دكتور يجي يمشي لواحد طبيب شعبي يقول له يا أخي تمشي تستعمل كية من زعف ولا غسيل ببول الجمل يعني زمان اذكر انه كان بول الجمل ده يداو جوه الرمد يعني يقول لك صاحبتي تقوم تغسل وشك بريقك تقوم صاحبتي يقول لك من ريق الصباح قبل ما تقوم تمسح وكذا يعني دي كلها كانت نعم دي كلها بعض الادويه اللي كانت نعم سيدنا بارك الله فيك يعني الادويه عند دار حامد يعني حقيقه قبل اكتشاف الادويه الحديثه دي وقبل يعني غرب الاطباء منهم يعني حقيقه نعم يعني تجد يعني كثير من دار حامد يعني منهم ما يسمى البصير يعني نعم بصير ده يكون يعني زول مثلا وقع من الجمل في حالة سباق أو يعني وقع في بير أو في أشياء زي ده يودوه للبصير ده البصير ده يقوم بتابع الجسم ده كله ويعرف مكان الكسر وين يقول لك إنه ده كسر ويقوم يعمل له تجبير أو ده فصل ويقوم محل الفصل ده يعمل له كي ويقول لك دي شقيقة أحيانا عندهم لها أدوية معينة كبصراء يعني بيدرجوا لها الشقيقة دي يدرجوا لها موقع لها الكسر كله نعم وفي حالة يكون يعني مثلا جرح يقوموا بيغسلوه يعني مثلا بالقرض وأحيانا يعني يضيفوا له الكمون الأسود أو الحلبة وأحيانا البصل وكذا يعني أنواع من الأغاغير يعني يجمعوها نعم ويدووا بها يعني الجرح ده ويعني سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الشفاء يعني في الحتة دي نعم. ويعني إلى أن يعني جاء الحمد لله يعني الآن يعني وصل الطب بقى قريب من المناطق وخاصة يعني دربوا من أبناء المنطقة يعني لهم إسعافات لهم أولية أستجد يعني في أي منطقة يقول لك نحن مدربين إسعافات أولية الحمد لله يعني الشكر يعني لإخواننا على الغائمين على الأمر يعني الشكر يعني موصول لهم يعني وتحتاج المنطقة حتى الآن نحن نقول إنه هي أيضا تحتاج لبعض يعني المستشفيات و ولكن لا يزال الطب الشعبي مستمرا وما بيختفي مستمرا وما بيختفي وخاصة يعني برضو يعني بآية الله يعني تجد الناس يعني ينادي إنسان يعني يعرف يرغي المريض ويتلو يعني آيات من القرآن العظيم ودي هم يعتقدون جازمين أنه يعني بهذه الدعوات وبهذه يعني الدعوات لله سبحانه وتعالى أنه يشفى هذا المريض يعني إن شاء الله وكثير منها يعني يعالج يعني المريض بالدعوات يعني الصالحة يعني أستاذ علي أنا في تقديري أنه المنطقة المنطقة نفسها يعني بيزرعوا الدخن نعم وهم يعني ممكن الحركة بتاعتهم بسيطة جدا يعني كانت الأمراض نفسها معدودة يعني في حمى يقول لك حمى الخريف الحمى بتاعت الخريف دي أصلا كانت الملاريا نعم فكانت يعني الدخن نفسه هو يتعاطاه يعني أغلب الأكل بتاعهم هم عصيدة بالتالي الدخن ده هو يعني يأكل في ثلاث وجبات بلبن يعني متنوع الحكاية دي أدته مناعة يعني للوقت قريب جدا كانت الأمراض معدودة في المنطقة نفسها فبالتالي دي ممكن هي يعني ساعدت في أنه الأمراض الموجودة هم يقوموا مثلا ممكن أنا كنت دار أشير للبصير إضافة للكي يعني البصير ده هو يتابع واضح أنه أنت مثلا راكب في جمل او في حمار بمؤاخذة فبالتالي لو واحد وقع بحصل له اي حاجة برجعوه للبصير البصير ده بتابع كل السلسلة بتاعت الهيكل العظمي لو لقى اي حتة هو بواسطة خشب او بواسطة عيدان عاديات جدا لو اتكسرت رجله
بيربطهم مع بعض ويربط الرجل ويربطها بأي شيء بالنسبة للعظام يعني بالذات بالناحية العظام. لو لقى أي خلل بالنسبة للجسم هو يكويه يعني. عندهم حاجة اسمها المفراكة. نعم. عود كده انت بتعمله في ايضا في عود زي التوليد بتاع النار القديم. نعم. وطوال شنو يخدته في الجسم في المكان بتاع الوجع. حتى الكبد يعني حتى الكبد الامراض بتاعت الكبد دي هم يكوها في حتة معينة والطوحال على الكية دي هو نفسه خبير فيها. وممكن الان موجود يعني شخص هو متميز جدا في الدواء بتاع التايفود. يعني الشخص بتاع ماسكاو تايفود ده لو جبته خالص ما بيقدر يتحرك من العطشة لانه كده بيقوم يفصده في رجله حتة معينة او يفصده في شنو في راسه. تلقائيا ممكن الشخص ده بعد 5 دقائق حتى القاوي يتغير تماما تغير تماما. الذهبة يعني هو ربانية ربنا اهله ويعني على ذلك. يعني انا افتكر زي ما اتطرقت اول انه الامراض بتاعت الطفولة وبتاعت الاسنان هي كانت ممكن تكون سائدة لكن نادر جدا. يعني كان تلاقي ذول عنده مرض مستحصي خالص. يعني الامراض بتاعتهم دايما حتى الجروح العادية يعني عالجوها مثلا بريحة ببصل باي ذول ضربتك حاجة انت بتحاول. انت بتزرع بصل؟ والله بتزرع بصل في المناطق بتاعت الخيران و السواقي بتاعت بارة. نعم. ومشهورة لمبارة والفواكه بتاعت بارة. نعم. كلها يعني. نعم. شكرا جزيلا. طيب احنا افتكر انه يعني بهذه الاضاءة السريعة نجي للاعياد الرئيسية اللي فعلا بيحصل فيه نوع من النشاط الحقيقي من لناس الارحام. فشنو هي الاعياد بنقدر نقول انه 1 2 3 دي اعياد رئيسية اي زول من دار حامد بيحرص انه لو كان بعيد يجي والناس بيحيوا له. نعم امير. بالنسبة للاعياد الرئيسية يا اخي جرهام حقيقة في دار حامد يعني الاعياد الرئيسية طبعا هم عندهم يعني مثلا اعياد المناسبات الدينية. نعم. مثل عيد الفطر وعيد الضحية.
كلام سأل يعني أخونا الأستاذ علي عن إنه هل بتزرعوا يعني في المناطق هناك بصل؟ نعم. حقيقة دير حامد هناك يعني الزراعة بتاعتها يعني أنواع البصل وأيضا الويكة والملح، يعني حتى الملح يعني يستخرج من آبار القاعة بكثرة يعني في مناطق يعني دير حامد، ويعني كذلك يعني جميع الذرة والدخن والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي نزل الهشاب، وأيضا يعني الخضروات بأنواعها يعني تجد في بارة وفي الخيران يعني دار حامد يعني بيطلع أشياء بوفرة إلى أن يعني تستخرج يعني منها من يعني يصدر داخليا ويصدر خارجيا، يعني حقيقة الولايات الأخرى في داخل السودان ويصدر خارجيا يعني. نعم. فيعني غنية دار حامد يعني بمعنى يعني الأشياء دي، وخاصة يعني الأعياد بالنسبة لها يجمعون مثلا عيد الحصاد ده بيقوموا يوم حصاده يوم الحصاد يدعو الواحد جميع أخوانه ويأتوا عدد من الرجال ويجوا بكل واحد فيهم يحمل معه المدقاب والكدنكورة، ويعني يعني يبدو إنه دق العيش يعني يدق العيش ده، وفي الأعياد دي يذبحوا يعني لهم تور أو يعني أحد الجمال أو عدد من الخراف كده يقوموا يعني يعملوا النفير ده. فهو يوم عيد بالنسبة لأخونا صاحب الحصاد ده يعني. نعم. ويتعاونوا معه ويجمعوا حصاد، وكمان المرأة أخواتها كلهم يقوموا معها بنفس الصورة دي، وهي برضو بتشارك مع أخواتها يوم عيد حصاد الآخرين يعني برضو في حصادهم وكده. نعم. فدي إحدى يعني لمحات من بعض الأعياد لدى الحامد يعني، وعندهم سبغ الجمال في الأعياد خاصة عيد الفطر وعيد الأضحية وعيد الاستغلال، يعني سبغ الهجن. نعم. يعني تتسابق الجمال جمال دير حامد، وهي يعني جمال يعني حقيقة من نوع الجمال يعني جمال الركبة يعني عندهم. نعم. نوعين من الجمال يعني جمال حمل الأثقال دي لوحدة بقولها الجمال العربية، جمال عربية ساكت كده يعني ما هي جمال يعني حرة، والجمال الحرة دي للركبة فقط، والجمال ده ذاته جمال الركبة ده يعني محترم جدا عند أهل الحلة كلهم، يعني حتى لو وقع في أرض الآخرين يعني أخوة عندهم كعرف لدار حامد الجمل جمل الشاية ده المربوط ده ما بدوه الزريبة يعني، يلقاه الواحد يسوق جمل أخوه ده ويجيبه طوالي بخلاف الجمال الأخرى يعني، لأن الجمل ده هو بيعتبر حارس للحي برضو لجمل أهل كل الحي يعني لحركته يعني ولسرعته وخفته وتحمله، وأيضا يعني يفزع به في الفزع حينما يكون مثلا تسرق بعض الأموال لواحد من أخوانه ولا كده، يقوم المواطن الثاني ده بيمشي بيشيل الرسم بتاعه بيمشي لجمل أخوه ده بيرسله بدون ما يكلمه، وأخوه ده حينما يشوفه هناك رسم الجمل وطوالي حاول يطلع له السرج والبندق إذا كان يعني الأمر بيتطلب للسلاح والفرش بتاع الجمل كله، يعرفوا أنه تماما يعني في حوجة للجمل ده حوجة غصوة خلته أنه يسأل الجمل أول حتى يجي له يعني. نعم. نعم. فمن أعرفهم يعني الجمل بتاع الحي بالذات يعني ما بودوه للزريبة يعني لأنه جمل أهل الحي كلهم. نعم. يعتبروه يعني. طيب إحنا زي هذه إشارات سريعة جدا لعيد من الأعياد سواء كانت حصاد ما الأعياد الدينية الأخرى طبعا يمكن تكون عموم أهل السودان أنهم الممارسة العامة دي، فدهرين نشوف إنه يعني منطقة شمال كردستان تعرض لهجرة كبيرة جدا في فترة السبعينات والثمانينات، ظهرت الهجرة إلى ليبيا وظهرت الهجرة إلى السعودية للدول العربية المختلفة، فهل للهجرة آثار تركت على الناس القاعدة؟ يعني عادة الكبار في السن أو أصحاب الالتزامات المهمة في المنطقة هي البقعدة، لكن عدد كبير جدا من الشباب هاجروا، وده دابي طبعا حصل في كثير جدا من مناطق السودان وتركت آثار، فدارين نشوف أخونا العمدة سالم جالسي في الهجرة إلى خارج السودان والهجرة من دار حامد إلى مواقع أخرى في السودان أثره على منطقة دار حامد. نعم. والله حقيقة يا أخي يمكن معلوم أنه دار حامد طبعا يعني صادق ما الهجرة إلى الخارج ما كانت كثيرة يعني. نعم. ودي دلالة على أنه بلد كانت يعني ذخيرة بأموال كبيرة جدا من الرعي ولا المواشثر والحيوانية والزراعة وكذا، يعني كانوا أقنياء يعني ما كان أصلا هم في حوجة أنه يهاجروا أو يخرجوا من بر السودان إلا لمسيرة علم ولا ترفيه يعني، لكن حقيقة يمكن 84 معلوم. نعم. السيول والفيضان. نعم. والجفاف والصحوة حصل يعني يمكن ضرب قرى غرى دير حامد يعني أكبر عدد كبير جدا جدا من قرى دير حامد، وتأثروا بالله ومنهم من هاجر إلى ولاية الخرطوم يعني على وجه الخصوص يمكن عدد كبير جدا. نعم. هاجر في 84 إلى ولاية الخرطوم يعني. نعم.
باحثا عن الماء والغذاء يعني. وحقيقة يمكن تأثرت المنطقة تأثيرا ما يعني بهذه الهجرة يعني. الآن طبعا الآن عدد كبير من 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 درحامي الآن بولاية خرطوم يعني، يمكن يقارب العدد اللي في شمال كردفان يعني، العدد في ولاية خرطوم يقارب العدد في شمال كردفان يعني. فدا يعني حقيقة يمكن الآن الآن طبعا الناس طبعا الناس رجعت يعني، عدد كبير جدا جدا من الناس رجع، لأنه ناس يمتلكون أراضي واسعة جدا جدا من ثروة حيوانية، رغم أن هي صحيح انتهت في التصحر ولكن يعني عدم أن يعيدوا هذه لا 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 نعم الأيام وهذه هذا الحنين لتلك البادية. نعم نعم. فعشان كذا حتى نحن يعني أنا يمكن عيدت السنة عيدت في 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 شمال كردفان يعني. نعم. فشاركت في واحد عيد وكل الأهل يعني، فوجدت حقيقة يمكن اللي بيمشي اللي بيمشي طبعا لله اللي بيرجع بيتذكر طبعا الماضي، وبالتأكيد هو شاق الحنين يعني، لأنه لابد من يكون نعم. في الأرض القنيانة حقا يعني. نعم. فتركت تركت يعني أثر واضح جدا جدا للكثير من حتى الكبار السن طبعا، والناس الناس اللي بيفتكروا أن أصلا يعني ما في جهة، في ناس طبعا عندهم قناعة ما في جهة الواحد تقبله خير غير منطقته ومسقط رأسه يعني. نعم نعم. دي قناعة طبعا راسخة نعم. فيه يعني. أحفظ أن نشوف بعض الإضافات من عفوا الأمير حقيقة يعني، إن كان يعني لي إضافة في الموضوع بالذات بتاع كان موضوعنا نعم الموضوع بتاع الهجرة خروج بالنسبة للهجرة والترحال بالنسبة للحامل بالذات يعني حقيقة يعني صحيح أثرت نعم. فيها يعني سنة 84 بالذات يعني كان نعم. في شح في الأمطار ويعني بدأت يعني تترحل بماشيتها لبعض المناطق، وهي بدأ البعض منهم يعني يبيع جميع الماشية بتاعته ينقلها لعمل تجاري يعني يعملها في عمل تجاري، لكن حينما يعني أعيد للبلد يعني خيرها وجاءت الأمطار يعني الناس فكرت في نفس الرعي والزراعة وعادت لدار حامد حالتها الأولى كأنها يعني لم تكن يعني كان ظرفها جفاف وتصحر يعني، وعدت لها مزارع وعيد لها يعني ما لها من المال، وتجد الآن دار حامد يعني يعني الوطعام بتاعهم بله يدل على أنه ضخامة الثروة بتاع دار حامد يعني في ولاية شمال كردفان يعني من المنطقة ذاتها للمدن ولخارج السودان يعني. ممكن عندها إيجابيات وسلبيات، من الإيجابيات بتاعتها واضحة أنه رفعت الوعي المستوى الوعي بشكل عام بالنسبة للمواطن في دار حامد، وأضافت له ثروة إضافية باعتبار أنه الفترة بتاعت الجفاف ممكن أفقدت الناس عدد كبير جدا من الثروة بتاعتهم. الهجرة دي ممكن عادت التوازن يعني للخارج، عادت التوازن للمنطقة، وخلت الأسرة الموجودة نفسها يكون العائل بتاعها بيرسل لها بشكل مستمر. الهجرة الداخلية اللي هي من المنطقة إلى المدن ممكن أفقدت المنطقة الكوادر بتاعتها يعني، كل الكوادر في شتى المجالات الموجودة بالنسبة لدار حامد بتحس أنها موجودة في مدن السودان المختلفة أيا كان في أي ولاية يعني، فدي تسببت في شكل واضح في نقص الخدمات. الكادر نفسه العامل في المنطقة نفسه بتحس أنه في كل المجالات سواء كان في التعليم أو في الطب أو في كل المجالات الكوادر كلها بتحس بها موجودة في المدن الرئيسية، ودي واحدة من السلبيات اللي أفقدت المنطقة الحركة بتاعتها. نعم. طيب أنا يعني أحاول أنه أخلي المتابع والمشاهد يكون معنى في أنه يتعرف على مضامين لأسماء يعني، قرى كثيرة جدا ومدن عندها أسماء، وبالتأكيد بعض الأسماء عندها دلالات، قد تكون بعض الأسماء مجرد اسم أطلق على منطقة، لكن بعض الأسماء عندها. فدار هنا السعيد النظيف يحاول أن يصل اثنين ضوء على ثلاثة أربعة من الأسماء عندها مضامين في دار حامد. نعم. يعني بالنسبة ل يعني المضامين نعم بالنسبة لدار حامد يعني تجد مثلا يعني أم قرفة. أم قرفة مثلا، أم قرفة دي القرفة عندنا أصلها معروف إناء يعني ضخم جدا جدا يصنع من جلد البقر ويحفظ فيه يعني العيش. نعم. وسميت
مقرفة لأنه يعني كانت هذه من مناطق دار حامد المشهورة يعني بالخصوبة وفيها يعني العيش متواجد فيها ويكون فيها يعني الجراف بتاعت العيش كثيرة في المنطقة دي وبتيجي يعني القبائل من المناطق الأخرى يعني تتمول من المنطقة دي يعني تلقى إنه كله يعني القبائل من مناطق أخرى وتجار من مناطق أخرى والمشترين يجوا عشان كله ناس يملي الجراف بتاعتهم من المنطقة دي ويعني سميت بها ومقرفة إلى يعني إلى كثرة يعني القرفة بتاعت العيش فيها يعني وجود التواجد العيش الدخن يعني فيها يعني تجد يعني مثلا يعني فضلية فضلية دي يعني هي يسكن فيها عمودية العمدة عبد القادر الكير والآن عمدتها علي الكير وابن عمه يعني عبد القادر عبد الحميد محمد الكير وانا بحييهم في جلستنا دي يعني المنطقه دي منطقه فضليه دي يعني حقيقه فيها رجال افاضل ويعني حقيقه كانت يعني قبيله دار حامد يعني ذات فضل في كثير في عفوا عن القضايا يعني كثير من القضايا يعني يجيهم الناس يعني لقضيه يطلبوا يعني مثلا دار حامد في منطقه فضليه يقول لهم يعني جينا للامر الفلاني يعني ان كانت مشكله بتاعت رعيه او مشكله بتاعت اطفال يتشاكلوا مع بعض او مشكله بتاعت قتل او مشكله وهم بيقوموا بيتفضلوهم يعني فضل كامل كده يعني نعم الفضل في التعبير الدارجي مستمر في ده وبعدين ممكن والفضل هو يعني في التعبير الدارجي العفو العام عن الموضوع يعني عفو عام كده يعني عشان كده قالوا يسمون انه الناس دي الناس فضليين يعني راجل انسان راجل فضلي يعني الى ان تسمت بها يعني المنطقه كلها القبيله كلها انه قبيله فضليه يعني او قبيله ذات فضل يعني وده يعني دلاله الاسم على منطقه فضلية يعني نعم. أنا أعتقد أنه هذه مجرد أمثلة لتقريب ذكرنا سيد العمدة عندنا إضافة في الأسماء ومضامين ذكر لك اسم من أسماء والله الأسماء دي طبعا كثير الأسماء طبعا على المدلول على الشيء اللي يمكن هو الناس طبعا يعني مثلا زي مسيالة مسيالة طبعا عدد كبير جدا جدا من شجر السيال يشكل يمكن قاب كبير نعم غطاء نباتي كبير عليه يمكن سميت يعني زي دمير زي الخيران خيران طبعا مليئة بجميع أنواع ما تطلبه اللي طلبه البشر يعني من غذاء وكذا يعني من فواكه وكذا الخيران الخور